مرحبتين بكم في حلقة جديدة من برنامج أدرينالين. هتكونوا معنا في جولة سريعة في فقرات برنامجنا، وكيف ما عودناكم هناخدوكم في جولة من الأخبار العالمية والعربية في 90 ثانية. وسريعا حنمشوا بكم التقرير من مدينة تونس مع دي جي ساسي، ومنها نتجه بكم منافسة التوب 5 اللي عن طريقكم وطريق تصويتكم راح نختاروا من يكون معنا في سباق المنافسة. وبعدين ننتقلوا بكم للقاء الحصري مع الرابر الليبي كريمينال، نحكوا معاه في مواضيع مختلفة وعلى أعماله جديدة ورأيه في عدة أمور. ومنها التحدي أدرينالين اللي كان عن طريق مشاركاتكم، شاركوا فيه رابرز من مختلف الوطن العربي. وبعد ختام الحلقة ب 16 بار مع الرابر الليبي كريمينال، مرحبتين بكم في الحلقة 15 من الموسم الثاني من أدرينالين. ميك ميل وجستن تمبرليك في تعاون جديد في أغنية بليف. 50 سنت ينهي المقابلة بعد سؤاله عن فرنش مونتانا. صدور ألبوم للوين المنتظر على جميع المنصات الموسيقية. بيلي آيليش تقول بأن هناك الكثير من الكذب يحدث في موسيقى الراب. نيك كانون يقول بأنه تقريبا تفوق على إمينيم. للوين لا يعرف ما سبب خلاف بوشاتي معه. كاتب السيرة الذاتية لكندريك لامار يكشف النقاب على غلاف وتاريخ إصدار الكتاب. للأسبوع الرابع رودي ريتش يتصدر البيل بورد في المركز الأول. دريك يفوز بدعوى سامبل باوند كيك في محكمة الاستئناف. يستعد الرابر التونسي علاء لإطلاق ألبوم الجديد قريبا. سلمان دي جي وبيت ميكر. بيت ميكر دي جي وبيت ميكر. اوكي سلمان، امتى بديت بالضبط يعني، او الفكره كيف جاتك في الاول؟ الفكره كنت نسمع برشا في نسمع راديو برشا في البريود هذيك، وقتها برشا ار ام بي وبرشا وقتها في موزايك، وليت نحاول نخدم نعمل ديميكس ديماتشاب في الوقت هذيك. بعد بشوي بشوي وليت نحط على الانترنت. كيف تعلمت تعمل ميكس؟ يوتيوب. أول برنامج خدمت عليه على دوب وديش. بدايتك كانت سنة كم؟ 2009. أول فرصة جاتك كيف كانت؟ أول فرصة جاتني وقتها كنت نحط على الإنترنت ميكس وماتشاب وكل شيء، ونبعث كنت نبعث لعباد معروفين وقتها في الوقت هذيك في تونس، نبعث لهم كل واحد ياخذ رايهم. وقتها كانت الإجابة مع عند وقتها نجيب دي جي دانج، قال لي ديما يشجع فيا وقتها في الوقت هذاك، وعمري 16 و17، عطاني فرصة باش نتعدى وقتها نعمل ميكس ونتعدى وقتها نصف الليل. اوكي بعدها جاتك فرصة مع رابرز كبار، كيف جاتك فرصة مع الرابرز هذوما؟ خدمت في استوديو وقتها من الحكاية متاع موزايك وكل شيء، وقدمت وقعت نهبط وكل شيء. خدمت في استوديو وقتها كنت نعمل دخلت في البيت ميكنج يعني، دخلت نخدم في استوديو ونبعث للعباد وكل شيء. كيف جاتك فكرة البيت ميكنج؟ نسمع برشا، انا ما حيتي كل نسمع، انت ما عنديش كل خروج برشا ولا حاجه، عندي يوتيوب ودار وكاس كورديناتور وكها، ما كانش عندي برشا اصحاب وما كنتش نخرج يعني، اكثر 80% من الوقت نتاعي في الدار ولا في القرايه. انا اخترت بعديك البيت بيكينج، لقيت روحي لقيتها سهله بالنسبه لي، خدت المغروم وكل شيء ونبربش هذيك كيفاش وهذيك علاش، نحل على اليوتيوب من وقتها ونبعث العبيد معينين وكل شيء. مشيت راديو وقتها كنتش نعمل الميكس في راديو ذيك على الانترنت في استوديو، مشيت نلقى عبيد معروف بالتي والكانس في الوقت ذيك ويستار برشا عبيد. عندك فيديوهات مع بالتي وفريستايل عليه ديما برشا. كيف كانت بالنسبة لك بالتي في الوقت ذاك؟ كان من الأسامي اللي بارزة عربيا، وجاتك فرصة انت عمرك 16 سنة. انا مش مصدق وقت، حتى كي ليلة كاملة قاعد تفرج فيديو، ومن غدوك قاعد نتفرج، والشهر اللي بعده قاعد نتفرج، وهبطها كينين يعني، حتى هو ما هبطيش يعني، هبطها كينين وكنت فرحان يعني. وقال لي خلي وقت، خلي تخو وقت، قلت له ليه هبطها في فيسبوك وقت.
فرحان به. في الوقت هذاك ما نعرفش انت ممكن وقتها مشيت موزايك اما ما نعرف ما عندي حتى علاقة بحتى واحد وما عندي حد في الـ انت في الدومين هذاك وش موزيكتك هي لخدمتك موزيكي خدمتي ما نعرف حتى حد وفي العائلة ما عندي حد يخدم ما عنديش حتى اصحاب في الوقت هذاك يعملوا موزيك. لكي تو قريب 4 سنوات من موقف بيت ميكينج وتخدم دي جيينج بس. نخدم دي جيينج بس في تونس. فما حاجات اولى من حاجات يعني خاطر قبلها تلهيت اكثر في القرايه وفي الدار وكل شيء من بعد جات اول فرصه نلقى روحي نخدم اكثر في السهرات. فكره انك انت دي جي يعني عاونتك بنسبه كم يعني كبيت ميكينج؟ دي جي عاونتني 70% خاطر كيف نعمل حاجه نعرف نشكون. ونعرف وقتاش ونعرف الريتم نتاعنا وقت خاطر كل فما ترند كل عام فما ترند كل عام فما ستيل يتبدل فما مو باتون فما ريغاتون كل عام حاجه جديده. شنو اهم بيتات خدمت فيه نخدموا عليه الرابط؟ فما وحدين ما خرجوش فما وحدين فما ديرابور اللي بطل وكل شيء ربيع. فما نتاع وقت خدمت 3 سنين ممكن تالي الماستر سين خدمت له هو يونس هذيك مشيت برشا وقبلها خدمت الفايبر. انا عايش وخاطر نعرف العباد اش تحب يعني نخدم كل يوم في سهريات انت نعرف اللي يحبوه واللي ما يحبوش واللي هو اللي يعجب العباد وانا هو اللي يسمعوه في الدار وانا هو اللي يحبوا يسمعوه في سهريه وكل عندي فكره كبيره يعني. هل في يوم من الايام حنسمع ستايل معين خاص بيك تتميز بيه في تونس والوطن العربي ولا لا؟ انا عمري ما فكرت في حاجه هكا خاطر الاكثر نخدم اللي يحب المطلوب يعني عمري ما حاولت نعمل حاجه نتاعي انا سبيسيال نخدم للمطلوب. شنو تحسها اكثر شيء دارج حاليا في السين التونسي يعني اكثر بيتات مطلوبه تشوفين شنو؟ تراب تو يحبوا التراب. من اكثر رابر تتمنى انك تخدم معه؟ تونس كازا فينيكس وبالتي. عربيا اعطيني 3 اسامي او اسمين عربيين شايفين شكون اخرى؟ ديزي دروس. لو قلت لك مثلا من الاسامي اللي انت سميتهم هنسمي لك الاسامي اللي انت سميتهم تو قول لي كل اسم انت شايفه وين ماشي البيت بتاعه. لو قلت لك كازو هتقول لي البيت بتاعه عشان هيكون ستايل. كازو انسان قوي يسر انسان مع فليكسيب هو الفايب تعجبه الفايب يغني عليه ما عنده حتى مشكل. اوكي بالتي بالتي اي حاجه اي حاجه عندها تعجبه يغني عليها مش مربوط بستيل بالتي يخدم اي نوع في الحياه. شن اكثر ستيل تحسه ينجح فيه بالتي؟ هو ما جربش ما حتى تجربه الهاوس ما مشيتش برشا نتصور اما التراب فينيكس كيف تراب شايفين نفس الحكايه كيف خاطر هما ديز دروس ويست كوست وحاجة دقيقة. شكرا. التصويت في الحلقة الأولى كان قوي جدا والمنافسة كانت أقوى وأقوى وقرار كم كان هو الفيصل في السباق. ومعنا في الترتيب الخامس وينزا 2019. ومعنا في الترتيب الرابع الكاسترو كازو ما هو في بالك. شكون اللي ما سمعش عالم فيهم خلي بصمتي توا ما تبدلتش راضي باللي كتبوا قسمتي كرهوني على البيتشز ولا كرهوني على بسمتي حبوني على عنادي وريحهم يتوقف على نسمتي يو بيتش قسمتي رايك ما نستنى. اي 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 مشي اي اي جي تلمو نجري ملخص بحثي من كاسو يعمل كازو ما تصنفنيش تقديم ليش تيدو ليني اولد وليلي نيو جيت قبل ما تجي وانتوما وقبل ما يبطلوا الاخرين من حيث زمن وتحبوا تسربيو لي فايب متاع الطحين عطلع عالبس كل رصدي لي كسر بيكم ميزين ماليش حقوقي نحب حقيقتي لحكيتها في بوزيين صوتي ما نصبش بخسارة مع السفر تعجب زوين ما تصنفونيش مانيش معاكم لا انترنام ولا ترابر ليك صح طب ما نحبش اغلط ما نحبش تسجيل الحروف تحب لي الكابين تشدني نكتب في ترجيم تحب تودي تضيع وقتي هزلي حتى كان التيم هات العرب والوكل عرجونا تولى
في بالهم حاجتي السخافة كان يكتب اي بنادم شراني هكا الشارع قراني نص مر لمعاني بمخي حد ما وراني مانيش نخاني ومانيش روحي رامي. الترتيب الثالث كان من مصير اي لي ليفل 10. بنادم شراني هكا الشارع قراني نص مر لمعاني بمخي حد ما وراني مانيش نخاني ومانيش روحي رامي بيسو تلقاني كي طحنا تختاني يا سامحني يامي خلط حلالي وحرامي تبعت غرامي وما وليتش محامي حشيشتي وجرامي رابيتو جبت جرامي حشيشتي وجرامي اللي نكلتها في عظامي. ومعنا في الترتيب الثاني الناون كان. كان حلمي معك بسيط نعيش ايامي فيك ونفرح كانت روحي فرحة بيك وبيك حنكمل معك نسرح كان يومي يزهى فيك الضحكة ترسم وقلبي يفرح لكن جاتني ماكنة منك كبوت عمري طقرة تلذع كان سمك يجري فيا نسمة يحني تا يطلع. وفي الصدارة معانا الجراندي توتو راب 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 كم دبس الديل بوردو بولتو فلو بحن نينتندو تاني كونتون سوشولا في الدي او سرا كاتا باغي بيف كتي او او كونترات جين سيكور باك موز ديف و تنجو شين كور بوت كومبا انا كي سيركور تون كومبا كاريبي ترشي او او غوصة تابات سي سافان دون لا كيس كوبلي تلا في سير كالي كون كوم سير غاطي نتي سير راب مروكي سير تربي تلا تشين سين سيد نبقى انسان دير بالك طوب بيك دادي بغا بيك موني دون بيك بوليد مع البيك تاني حاك من طريق مع اللين باح نولي بيطريق 2020 اور سيري او كومبو ساوي ميريك او غير رابر 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 راب تراك انت فينيك او 2020 اور سيري او كومبو ساوي ميريك او غير رابر 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 صوت الكليب الاجدر في نظرك عشان يكون معنا في سباق المنافسة على صفحة قناة على الفيسبوك. في حلقة اليوم أنا رابر ليبي من مدينة بنغازي. رابر حاول يصنع ستايل خاص به وينفرد بلون مميز تعاون مع أكثر من رابر في الساحة وقدر يصنع بداية ممتازة. معنا اليوم الرابر ليبي كريمنال. حسام كريمنال مرحبتين بيك في حلقة من برنامج أدرينالي. مرحبا بكم كل شن نحكو أو كيف نبدأ؟ نبدأ من البداية بتاعك والله نحكو عن مشاكلك. لا هي ديما البدايات. نبدأ بداية. ديما البداية. خليني ولعوا نيكا خليني ولعوا خليني ولعوا نيكا خليني ولعوا خليني ولعوا نيكا خليني ولعوا كيف النعامة دك مقدام ورفنا مرة ملا ما طلعوا خليني ولعوا نيكا خليني ولعوا خليني ولعوا نيكا خليني ولعوا خليني ولعوا نيكا خليني ولعوا كيف النعامة دك مقدام ورفنا مرة ملا ما طلعوا أنا اللي صانع صيتهم أنا شوكة في حلوكهم أنا مركبهم شيبهم أنا نحكي في أسرارهم أنا اللي عالم غيبهم أنا شريط حياتهم قروني لاني عيبهم أنا محتل عقلك أنا مستوطن أرضك نجانية وجاني شارع رباني مانيش كيف منغش نحب الاختلاف أنا الإبرة في كومة القش في العبرة جيت نفش مش رايق يا تخلوقي بعد صبري فت الحد اتهموني بعقوقي تزاك. بدايتها كانت 2012 احكي لي يعني ليش راب؟ شنو السبب اللي خلاك تغني راب؟ عارف من يومي ما نحب أكي مايل الموسيقى هذه من يومي نحب نسمعها. وعيت عليها؟ اه وعيت عليها. من اللي خلاك تسمع راب؟ انا ممكن ليبي نازي توشي زحمة زحمة جروب زحمة جروب بالتي جي جي قاعد قاعد برمودا جيس بويز اوف ذا هول ذيس از ريل هيب هوب اسمع دكتور بي تريكا احتراف خذ مني اعتراف هاي ماهو الشقطاف بس واجد كانوا تحت الاشراف زادوا انحراف وانا اللي كنت لهم عراف هاي نسوا الانصاف والمعروف ما يهونش على الاشراف قاعد قاعد جات فكرك اوكي قاعد قاعد قالت بدايتها كانت عند جاز السلام عند جاز
شوي عجبت اول واحد سمعها كامل اغنيه انت مروح بالاغنيه نسمعوا فيها يعني عجبت كامل قالتني خلاص قالها كامي معي بعدها ما كانتش جروب كانت هيك نقولوا فيها وخلاص كلمه اقترح انه يقعد جروب حمزه قاعد الجروب هذا صار فيه تطورات واجد ناس طلعت منه وناس خشتها وصار فيه مشاكل واخر حاجه سمعت انه في ناس خشت فيه اخرى وداروا تراك وطلعوا احكي لي شو يعني الجروب هذا هيك كان دير ضجه نفس ما دار في طالعته نفس ما تو دير برمودا ضجه الجروب هذا دار في وقتها صح كان وقتها كان دير ضجه والفريات هذين اللي حكينا عليهم هن ممكن اللي حتى طير شويه وفهمتني اوكي فشنو في ناس فهمت يعني خشت معنا في مواضيع يعني في بيفات وني في ناس خشت كانت معنا ما غباك راب وعارف انت يخش معاك يضحك في وجهك ثاني يوم ما فهمتني فهمت الفكرة صار حتى مواضيع بيني في بعضنا ناس بتخش بتخبطنا في بعضنا بيني انا وكامي بيني انا وحمزة بيني كاين يعني الراس يعني نقول مش الراس يعني العاقل كنت طايش وكامي كان طايش اللي قبلي كان يغني حمزة فهمت عارف هو اللي عاقل وفاهم يفهم ما افطن وديره وني كذا فهمتني فضل يعني حمزة ما نزلش جت واجد خاطي هذين انت متأثر حتى بحمزة في الكتيبة يعني صح وكانت باينة فيك واجد في الأول صح كيف طلعت من 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 غول من حمزة وقفت راب وقفت شهور فترة حمزة ما عاش بيت نسمع له لدرجة اني حمزة ما عاش بيت نسمع له متأثر بيه حق يعني أنا كنت زمان بدايات جيت حمزة عاش رايك كريم زمان حمزة طبعا كانني أيام كان يخدم هو في بتاع الإعلان في سيدي حسين جينا نكسدنا وياه من الصبح لليل سمع فيه في اللي كاتبه هذه لا هذه كذا هذه لا هذه غير دير حمزة من الناس المثقفة فحمزة حتى برا الهيب هوب فاهم بني آدم مثقف في أي شيء صح يقرأ في كتب وني هو أصلا أول مني قال لي تبي تقوى تبي تطير تبي راسك حتى كتابتك حاجات ما لناش دعوة بالراب هنا قراءة كتب ما فياش مصلحة نفق مهاجر مسرحة باتك وراك المذرحة وانا انفاس المفضحة جروب قاعد من عليه يعني من اول ما بدأ لعند هل هو تفركش ولا لا مبدئيا لا مازال موجود مازال بس ما عمرش صار استقرار للجروب هذا ليش يعني شو السبب ديما الجروب هذا ما فيش استقرار ديما في ناس تطلع وناس تخش اللي صار ان لون كامي مش نفس لوني بدينا بداية واحدة بس اللي هذا خلا طريق اصحاب واحد نحن بس اللي هذا الطريق فهمتي اللون اللي هو يغني بينا وياه ما اكمل من لابش ما نحبهش نحب لندر نحب بك هل انت مقتنع كامي فنيا مقتنع بي ما حسيت شك يعني لا مقتنع لا ما حسيت نقول لك لونه ما نحبهش مش نقدر واضحين اللون هو اللي يغني فيه ترى كيف تغني ما في نفس الجروب ترى ما انت ما تحبش اللون اللون اللي يغني فيه ما قلت لك هذا السبب اللي خلى الجروب مش شنو بس انتوا غنيتوا تراكات مع بعض شكلك هبل شكلك هبل كان في انسجام بينك شكلك هبل بابا شكلك هبل شن نقطة ضعف كامي وشن قوتها كام في نظرك؟ قوت كامي ما يدريش عن الناس. دي أي شيء كامي. هيك عيشك هذه تو أنا ما نديرهاش في حاجات هو حاجة فيه هذه أنا مش ما فيهاش اللقطة هذه فهمتني؟ ضعف كامي باش نقول لك يعني كيف نجيبها لك يعني اللون هذا انا اللي غني فيه انا مش مقتنع به كامي يقدر يدير خاطي انا سامع كامي عنده هل كامي متاثر بالمغاربه والتوانسه واجد؟ حق كان تقول فيها حركتك لا ما هو يعني ما غباك انا هو كلام ما يزعلش بس متاثر صح اوكي مظبوط مش حد ما يتاثر لا انا احترمت انت لما قلت انا متاثر بحمزه وانت متاثر حتى بنازي نازي نقول لك حاجه ما ادري عمود بحكم انك انت سمعت لهم اظن في الاول ايوه انا نازي او من الناس اللي اول ما سمعت ليش ما تاثرتش بصوت؟ صوت قبل الثوره ما كانش مقنع لكن قبل الثوره صوت ما كانش ما اللي بعد الثوره طاروا داروا لون خاص بينا يوسف شده صوت اول حد فتره جت نحن قاعد بخاري دار لون بخاري
الفترة الأخيرة أحمد شافي برمودا منصور حارة الثورة. آه. أوكي صح نحن بحكم نحكوا بعد الثورة. بعد الثورة وعدينا ميجو عندي لك كتأثير في الشارع يعني كناس وكدار يعني لا نحكي ناس دارين لون خاص فيهم مش ناس متأثرين ب ميجو دار لا لا بس لا ميجو ميجو متأثر ميجو متأثر بمسلم مسلم صريح مسلم اه مسلم اللي هو هذا ما فيهاش فيه ميجو حاجات لا يعني حتى كلامه مغربي مش كلامه ميجو عنده فيرس كامل مسلم هم جنبي لا هم ضدي جبت بيدي ما هم لي ولاني زي الرابرات ستاند اب كوميدي ما تجونيش هي ردوا ما كنتوا ما تحبونيش حفرتوا لي ما قدرتوا ما ندير زي ما درتوا ما نفقش فيكم انتوا نبقى ناب وجه واحد نمشي وربي ما تقدرني بطل سادة سبب لك خسر غير جسيمة تطلعش بعد مصالي مهنة قوة العزيمة ما عندك جدية باعوك في مزاد كيف المعتاد قاعد رجالات في وزني كل كم زيرو انت ابتزاز في الوذن نشاز بكل والفعل مديره انا غارق فقلامي للحسد مش عاطي اهتمامي وانتو ما انت مديره غير طيح حسامة مع كامي بحكم ان كيف ما كنا نحكو على الجروب قاعد وقصة ان في ناس تطلع وناس تخش صار حتى مشاكل في الجروب سبب مشاكل كبيرة من ضمن ان واحدة من المشاكل مشكلة اشرف ماضي والعقرب قصة مسألة هذه ذكرها العقرب في في الحلقه بتاع لا بس هي ما كانش الموضوع ما كانش شور الجروب يعني لا بس هو كان محسوب عليكم في الجروب يعني والله وانت اللي حليت المشكله على حسب ما فهمت انا اللي حليت الموضوع تو نقول لك هي طبعا احنا كنا يعني يجون تلاقوا مع بعضنا كنا يعني كان التلاقوا ديما عند احمد عند دكتور بيت في الاستوديو انت ديما اسمك جاي في مشاكل واجد والله صح فشنو مشي عندي ثلاث مشاكل انا بس مشينا فشينا هاني جاني سلومة واحد اثنين ثلاثة أنا معاكم ونحنا حيشي ونحنا وأنا دويت الكامي وأنا خلاص معاكم حس هو أن ما فيش قبول هل أنت كنت مقتنع بالعقرب أن يكون معاكم في الجروب ولا لا بصراحة أنا ما كنتش نبي حد يزيد بصراحة عقرب أو غيره خليني ولعوا نيكا خليني ولعوا خليني ولعوا نيكا خليني ولعوا خليني ولعوا نيكا خليني ولعوا كيف النعامة جت من قدام ورفت مرة ملا ما طلعوا تسمع من 2008 سبعة ثمانية الحوم هذا سبعة ثمانية تسمع في راب تأثرت ببلتي نازي سايدروم لوتي دوبل كانو تيك ناين فيني باز امينيم الأسامي اللي سميتها انتوا نازي حمزاوي الأسامي اللي سميتها انتوا شو مدى تأثيرهم عليك في الكتابة كان أو طريقة القافية أو طريقة نازي نازي تومو. ممكن تعطيني كل واحد فيهم وتقول لي شو تعلمت منه تمام يعني مثلا نبدو بأول اسم نازي 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 مدرسة نازي شن أكثر حاجة كانت شفت فيك في نازي يعني لو نقول لك نازي شن أقوى حاجة تجي قدامك إنه متاع شارع 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 إنه متاع شارع إنه متاع شارع شخص متاع شارع حمزاوي 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 تعقيد تشبيه عشان تدين اللون هذا هو اللي ممكن ما كنت شكي بدايتي ما كنتش نركز على الحاجات هذين شنو أضعف حاجة عند حمزة في نظرك؟ حمزة وجدين أنا مش شايف لحاجة يعني حاجة بس وجدين يقول لي صوته بلتي مضيع كان يحكي يمسك تحسه تحسه يقول لي كلام تحس لطفي دبل كانو شو يعني فيك لطفي دبل كانو؟ لطفي فلو أكي جوا كلام عنده كلام عنده أغاني فيه كلام حاجات مدرسة حتى لطفي مدرسة في الراب العربي امينيم تيك ناين فيني باز امينيم حد ما يفهمش في راب يسمع امينيم تريح في حاجه هيك يشدك امينيم لا ممكن حتى انت تاثرت بالثلاثه هذوما عشان هم مؤثرين على حمزه اي حمزه حمزه هنا كان له تاثير انا نقول لك انا الفضل يعني اللي نعم ننكرش في اشخاص هم في الراب ما ننكرلهمش انا فضل نازي حمزاوي احمد المجرب مش هنقول لك دكتور بي هذوما ناس يعني لهم فضل يعني آه ممكن بس كل واحد فيهم شن غير فيك أو شن ضاف لك نازي نبدو بنازي نازي نازي زمان سمعني قال لي أنت تعرف دير نازي جاني قال لي راو عمره ما يغرك لا يقول لك فلان مايك بتاع مش عارف شنو لا ضروري من إمكانيات دبلنا فيه هذا في تعرف تقول راب حتوصل حمزة كل شيء حق من الصفر بدأ معايا لا غلط لا نيل لا صح لا هكي فهمتني مفيش حد جاي متعلم صح فهمتني احمد المجراب احمد المجراب يعني كنت نجي
نغني نخش نصبي سجل نطلع يديوش معايا في ربع جنيه في فهمتني ماديا يديوش معايا بكره فهمتني يعني انا في ناس سمعتهم حتى يعني ما بيش نقول لك يعني ناس سمعتهم عن طريق احمد المجراب اسمع هذا اسمع فلان اسمع يقول لي اسمع يعني في حاجات واجد يعني وغير فيا زايفة كل اللي استنى في ساعة موتك بيش البس ثوبك يصيد في مكانك حوتك نقعد مالي مكاني نقعد راجل صاحب موقف نبقى بعيد على الهزل نبقى في جيلك مثل وانت مراهق طاهق واكبر ممثل بطل ملك يمشي العدل طاحوا في شر اعمالهم موسيقتي وطن ومسكنها في قاع وذانهم نجول للمشاكل بيفات مش شرط بيفات بس في مشاكل انت اسمك نحط فيها زي مشكلة العقرب والأشرف ماضي بتاع اليوتيوب ومسحة الكليبات بتاعتها من العرب شامل انت شن كان وضعك في المشكلة هذه؟ تقريبا انت اللي حليت المشكلة انا اللي حليت الموضوع هو لكن انت نقول لك كيف جاء الموضوع هو غلطان صاحبي طبعا عقرب يعني صدني صاحب او صديق او يعني ما موش رفيق او يعني اشرف يعني يعتبر من الناس القريبة مني جاني العقرب واحد اثنين ثلاثة قال لي رافي وكذا قناتي محذوفات يعني فأنا قلت له الموضوع عندي قلت له انت عشان تبي تو قال لي لا قناة رد لي بس قلت له فيديوهات تشاو راح انا عشان تبي قال لي واحد اثنين ثلاثة تم قلت له كلمت اشرف قبل صار مواضيع ان مشكلة قبل حتى وصلت المد يدين ونيف عمي كلمت اشرف وقلت له اشرف انك غلط يعني اللي درته انك ترش وتمسح قناة والله اني قصدي عندك موضوع ما بشيله ولا خير يا اشرف قلت له فهمتني تمام هذه مشكلة العقرب المشكلة الثانية مشكلة عيسى بن دردف انتم متهمين ان انتم خشيتوا في بيف مع عيسى بن دردف عشان انتم تلجوا للشهرة من وراء انه هو ما خش ما دس كمف ما جش وكم فجأة انتم خشيتوا في بيف معه هل الكلام هذا مظبوط او انتم عندكم وجهة نظر اخر عيسى عمري ما سبيتها شخصيا بتراك لي انا انا شخصي هو البيف كان بينه وبين حمزه بعد خشيه بس ليش لانه بحكم انه جروب واحد بس هو شخصيا عمري ما جبت اسمه بتراك عمري جبت اسمه بس الكلام واضح ما قلت لك بس ما كنتش طالب شهره اني نرقني لو كنت نبي ندير الشيء هذا ذكرت اسمه بس على فكره هي 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 في الراب التكنيك انك انت تجيب جمهور حد اخر عن طريق تفتح البيف معاه حاجه عاديه جدا مش لما يكون اقوى منك وتبي انت تطير ما انا اشوف فيها معناها انت مش قدها ليش ما انت تدير الراب ليش ما انت تدير ليش سبب البيف مع 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 عيسى بيقول انا جيت يحكي يقول فيها هو يقول انا ندير في راب جديد طريقة راب جديدة كان اللي يدير فيه اقرب للكشك اقرب لل يعني هو كان شاعر اصلا يكتب المسكاوي فجي تجي معاه يقول لك انا ندير في راب جديد كيف راب جديد يعني. مشكلتك انت وكامي مع دبل واي الله يرحمه ويسامحه بس هي الحمد لله انحلت انحلت وانا اللي حليت انا برضه انا اللي حليت الموضوع ذا كعك صالحنا انا يحيى يعني حتى ايام مشكلته وكامل الله يرحمه ويسامحه كنت كان يعني نتلاقى انا وياه علاقتي بيه جيده جدا المشكله كانت بيني وبين كامي وموضوع غزي الله يرحمه ويسامحه مش ضروري نحكوا فيه اوكي مش رفيقكم سمت في ريكم انسد طريقكم سطحي خريكم نحب نبيتهم في نقعد زيتهم للقاع نعيدهم سود عيدهم نسكر قيتهم شارد جيبهم قاص ايدهم قانوني زيتهم مانيش عند ليبنا اللي فايت جيلهم بسنين علم جيبوا ذنهم عندي باش نشيلهم خشوا فقرة اسمها شن تقصد من تراكات سمعت اللاكي في ثلاث سطور شداني في ثلاث تراكات كل سطر فين هنقول لك سطر ونقول لك اسم التراك ونقول لك شن تقصد او من تقصد تمام
في تراكس مبنون بدون عنوان، كان في انت ومجموعه من الرابرز قلت الحق فيها، كنت معاهم ذكر منطق ناس اصحاب زي مش فروه باش ندخلهم في الراب، عليش جذبتها راب؟ كان بقول لك تو الراب الراب شيء نفسي انت جوا اي شيء بتحسه بتكتبه. اوكي فقلت سطر عادي اللي فيه اني كنت ما ذكر ما كانش موجه، خليه عامه. لا ما كانش موجه، عامه لاصحابك عام مش حاجه، كانش في رابي. في سايفر بنغازي قلت اعتراف خذ مني اعتراف مش قطاف بس واجد كانوا تحت الاشراف، من هم؟ حلقه بتنعرض ولا لا؟ بتنعرض طبعا صح؟ يعرفوا هم بعد يحضروا يعرفوا هم عارفين اروحهم. في ناس كانوا تحت الاشراف اكيد اكيد. لا الفكره انك تقعد تحت الاشراف ما فيهاش عيب، ما فيهاش عيب، بس بعدها تنكرني او بعدها تخطم علي ابتلاء. لو كنت حنقولها لك بس انت هربت كنت حنقول لك، بس حتى انت كنت في يوم اللي انت تحت الاشراف بس الشراف. اوكي انت ما نكرتش منكرش شخص. اسمعني اللي ينكر فضل راجل شخص عليه صدقني موش بنادم، خذ هاك حول الراب على جنب مش بنادم اللي ينكر شخص بالذات دير معه فضل. في وونتد حتى الخصومة مرجلة وميزانك موف. نقصد ميجو. تقصد ميجو؟ إيش معنى هذا قلتها؟ لأنه موجه لميجو كان. لا بس في حاجة أخرى كانت موجهة ما بدش تقول. اللي واجد كانوا تحت الإشراف. ما بخش في مواضيع واجد. بلد عندي لك مجلد تعريفك أنت تشوف وتقلد هذا عيب. ما تخاف بطريقي فوق سلم موسيقى حيك عند الفرق والاسم مخلد. أطلع من الباب الوراني. أصحابي ولا كم جيراني لو درت بالعين الناس كل أمامي نصقب لك في فراشك ونقول لك مكاني. بلا مجاملة رأيك في النيو سكول والتراب؟ فن. بس أنا ما نديرهاش. هو فن. بس له ناسا أنا ما نديرهاش. ليش ما نديرهاش؟ هو ثورة جديدة. قناعة أنا ما عنديش قناعة أو تقدر تقول والله ما تقدرش تديرها. والله مش قصة ما نقدر، ممكن ما نقدرش نديرها، مجربتش ممكن ما نقدرش نديرها. مش نقول لك أنا وممكن تنجح فيه. كل حد لونه هو. وممكن تنجح فيه. ممكن ما نجحش. بايليش أنت من أشد المستمعين اللي ليه مثلا؟ علاء. أنت تسمع علاء. تراب نظيف. ما قلت لك فن هو، علاء يدير في تراب نظيف. يدير في تراب كلام مني، بس في اللي يدير فيه بطريقة ما اعتماد كامل التوتيون وني فهمتني وما يدير ما يوصلش اصلا في رساله في الموضوع تو علاء يدير ليش؟ لا بالعكس لا في ناس قلت لك وفي ناس تو علاء مثلا يقول لك علاء تراب اكثر حد نسمع فيه علاء في التراب شو اللي يوصل في رساله علاء رساله يوصل علاء عارف نسمع فيه زمان قبل ما حد يعرف ممكن انا في ليبيا هو كاسترو صرت تزازي وانا مش في راسي عياري من بلدي البهيمة نعرف اشكلم خليهم يولعوا ما نسمع فصواتهم داي عسف الدراي خليهم يولعوا نيكا خليهم يولعوا شو نبي نسمي لك مجموعة رابرز ونبي رايك فيهم فنيا تمام غجور يعرف يقول لكن عندك يتعلق بالمغاربة واجد هل غجور ضاف البرمودا جيز ولا لا بصراحة والله يما اسمعني منصور وحارث برمودا منصور وحارث انا عرفت منصور وحارث زينر شو رايك في فنيه سي من اقوى الرابرز في ليبيا غير ما خذاش حقه او مكان ما كملش او ما كانش حاطه في راسه واجد رابر. بس هو مش من الاسماء المعروفه واجد ما قلت لك ما حطاش في راسه بس هو يعني نسمعك لا حاجات تقول لي كيف هذا ما حد يعرف نازي مدرسه احمد شافي رابر قوي شن ضعيف احمد شافي ضعف 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 ما فيش احمد اكي دير لون الروح يحكي فيه لا من غير مجاملات نحكي له حتى انا يحكي في قضايا وقصص و قصدي مؤخرا قرب اكي جانجستا هل نجح في الخطاطه ولا لا؟ اغنيه شو ارقام انت؟ انت لو قدامك يوتيوب وقدامك اغاني لاحمد شافي شو انت سمعنا جانجستا ولا هدف؟ نكس ديفل بس هذه تراب انا ما قلتلكش ضد التراب انت ما تحبش تراب ما نحبش انا ما نديرش قلت لك انا ما نديرش نسمع نسمع العلا لا انت شكلك خاطرك في التراب لا والله لا 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 والله لا والله لا صدقني بيتعندني نسمع منك تراب قد ولا مش قد التحدي دير عادي خلاص طلب شخصي منك طلب شخصي مني دير يعني. خلاص نستنى تراب بعد الحلقات نزار صافي بلاك تايجر رايك فيه فنيا كويس هشم سنيك مؤخرا هاشم مش مركز حمزاوي حمزاوي مدرسه
ام سي سواد برضو قوي يوسف قوي. هل ما زال بنفس القوة بتاعه والله؟ هو اصلا ما عادش تابع وموقف اخر يعني تراك لاستغلال يعني. شو رايك في التراك؟ مش يوسف قبل برضو حتى مش يوسف قبل. ستة مليون بين الظالم والمظلوم أنا الخير اللي قتلوني وغرسوا فيه الشر أنا ولدك لي محروم من خيرك يا نعم لا أمن ولا تأمين ولا صحة ولا قضاء أحساب وتحكم فينا لدين ولا ولا يا حسرة العصا اللي كانت هي دواء ومرزونا في بلادي وبلونا تحت أخطاهم مصير شباب محتوم باللي دراجة واللي حروب باللي هاجر وشقل بحر مش بيده وخي مغصوب باللي شاف حياتها قاسية والصحبة الخيبي باللي الدنيا فانا صغيرة وهم مرضي والديه يا حسرة اللي مشيه والفرحة علينا بعيدة هالبصحاب حبيبي في قلبنا والناس بدت تغريبة زعما مدعشي رايك في مسيميكو ناجح داير جمهور وني بس سكي في حاجات شن هن الحاجات يسرق الماد ولف قوي رابع قوي قوي منصور وكحل راي طيارة شن ينقص دعم قوي قوي هاي برتسول اقوى رابع رزليني كاميكازي والله يكوى عنده جمهور كويس لا يقول نبي رايك فيه فنية جدية قلت لك محزوم معك في الجروب آه عنده يقول كام يقول شن ينقص كامي شن الكويس كامي شن ينقص كامي كامي انه يقد بس يميل معي شوية نبي رايك في أحمد مجرب دكتور بيت فنيا شن ينقص دكتور بيت يعني أحمد عارف كان في ما في 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 في, في مربوع مايك كيكي وعريساس وفك راب راب فك أحمد دكتور بيت اي حفله امشي اي سياره أي دكتور بيت اسمع اي حد ناجح كان هيديرك عز وبدا في سطاح وطلع الراب في مقاصد صح فما ما مش غريبه علي احمد انه هو يديرك ينقص احمد ممكن شويه عده ممكن قوه عده بس احمد دي جيز كان موسيقي بدايتها كان مع دي جيز عز السلام شو نضاف لك عز السلام أظن ما طولتش أنا مع عز واجد وصارت ممكن حتى أكي في سوء تفاهم صاير بين وبين عز وكي فهمتني بس أكي كان ديما عنده راية هو عز في مواضيع أكي لا غلط لا أنا ما نحبش الشيء هذا خليني ولعوا نيكا خليني ولعوا خليني ولعوا نيكا خليني ولعوا خليني ولعوا نيكا خليني ولعوا كيف النعامة تحمو قدامه وستقر وانا ما طالعه Old school ولا new school؟ Old school كحلة والله النوم ليش؟ حارث ما تفهم وقف ني انا ما نبيش نجي لك في ظروف فنيه ما دخلنيش بظروف ما قلت لك نحكي راب منصور هو اللي مازال تواجد يعني استمراريه منصور اللي خلاتك تختارها الراب قبل 2011 ولا بعد 2011 لا بعد 2011 صارت نقله للراب تطور الراب الفكر تطور الناس تقبلهم للراب انت شايف روحك وين اقوى في انك تكتب قصه او انك انت تكتب بس لا بس ما اعرفش بلتي ولا لطفي دي بلكانو؟ ما انت اختار لطفي السبب لطفي مزالك عشان روح علي مبدأ عرفت قدامك الراب في الكيش ما انت اختار احمد شافي ولا برمودا جيز برمودا كاميكازي واشرف ماضي ما انت اختار اشرف ماضي اخر خير هنخيرك بين نازي وحمزاوي ما انت اختار حمزاوي السبب اقرب لي برضو من نازي اقرب لي بس الاثنين تعلمت منهم طردنا في ظالهم الشوكة سرقت من ايامي ما نشوفش افعالهم وانا اللي عاطيهم اسامي مخاصم اقلامي متشتت بين فكري وكلامي مصاب بفيروس لخبطني بين حربي وسلامي نكفل الفقرة هذه بسؤال هذا لان اجابته تمني لو عطيتك تصنف الراب الليبي
في الوطن العربي، شن تعطيه ترتيب؟ لو حطيته في ترتيب هل هو يخش ضمن التوب فايف ولا لا؟ هذه مبدئيا يعني أول حاجة. والله يخش. هل الراب الليبي أحسن من الراب المصري؟ مصري ما اصلا ما مش بتحس مكي ما لهجه كي او لهجه انحرقت في في في, في الميديا ولا تحسها نتاع السينما ما هي انحرقت في الميديا فهمتني ما تقبلاش لي راب كي شو واش لما تسمع اخر في الراب المصري؟ لكن امسي امين الجوكر وفرغلي هم شو رايك في النيو سكول في مصر؟ قويه دار النيو سكول بس حتى هما برضو تصدق إنهم يقلدوا بالمغاربة ويجز ومغاربة. حسام توا عندنا فقرة لوه كروك، فقرة لوه كروك في عندنا هاكر في برنامج أدرينالين. الهاكر هذا حيهكر أكاونتي من أكاونتاتك بشرط إنه هو يرد لك واحد منه. شن تختار لو الهاكر قال لك يرد لك واحد من فيسبوك أو تويتر؟ شن تختار؟ تويتر. رد لي فيسبوك. رد لك فيسبوك. يهكر تويتر اللي مازلت ما درت. اللي مازلت ما درت. جاء رد نفس الهاكر هذا مرة أخرى وهكر الفيسبوك والإنستغرام وما عندهش إلا أنا الهاكر ما فيش إلا أنت عشان تبا فيسبوك والإنستغرام عشان تختار منه يرد لي يرد لي الإنستغرام إنستغرام ولا سناب شات عشان تختار إنستغرام إنستغرام سناب شات ما نحبهش عليش عشان القطاطيس اللي فيه هكي برنامج ورد فات حدايرة بس ما نحبهش عارف عليك والله عشان كام ينزل سناب شات انستغرام ولا واتساب شن تختار على اللقم لا خليني واتساب منور يا حسام وشرفت بك في حلقة من حلقات أدرينالين ونتمنى ديما نتفرجوا ونشوفوا أعمالك في أدرينالين وكلمة لجمهورك والله إن شاء الله أرجو جديد وأرجو إن شاء الله أعمال كل شيء سر كم جاي إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله وخليك عند الوعد بتاعك حنسمعك فترة أغنية تراب بعد نسرك سؤالنا نادينا نسرك تحولنا كويفي أسألني مهلا إيش رايك فيه أنا كرابة والله هنقول رأي فيك فني صراحة فني لأنك أنت صاحبي في الأخير تمام لا خليني فني انت مشكلتك ان ديما يعني انت ما عندكش استمراريه هذه تنقصك انت رابر قوي قلمك يعجبني اتذكر فيها بحمزاوي واجد لان بحكم انك انت كثر قوي عندك كاريزما قويه قدام الكاميرا بصراحه هذا اللي نشوف فيه تنقصك الاستمراريه ونتمنى نشوفك في تراك ترام حاسس انه يمشي معك مش عارف انا وعدتك بحكي انت هنزل خلاص هنشوفها هنذكر في اسمك اخرك اوكي ياو كريمنال يا صاحبي 16 بار بالليبي ادرينالين شربت مما دكتور بيت ريكارد كويفيا يا بريا اسمع You know flop في أعصاب في خفاف في ضعاف في كباف في رابري الخام في وذان في فان في لسان في إنسان جيلي كمل جيله كله من عليها فان بشافهم المشهد حترجع للمنهج حتقرر حتحدد وين حيكون التوجه يكون حب الريل عميق مش سبيل سريع للتحليل قريب من التنبؤ كيكي بدريل ورابي صنع جيله الخطوة تجيب الميل ولسان الحق ثقيل ما تغرني الميديا عن المبدأ انتو اللي صنع كم ضرف لا قضية لن تطرف حتى الراب ولا حرف كل حد بحسب المنشأ يلزم سعي ينجيبهم في أوراق ناعي كلهم كيفي بس ناقصين وعي فاقدي للوعي رفضي للنهي وانا حالف ما خالف انا صبر انثابر لي نلقى مصرعي وقت رابات شد مايكك دير رابات خوض غايتك بنقاسي سير الشات ياما فايتك انتر جراوند دير راب جيم رايتك وقت رابات شد مايكك دير رابات خوض غايتك بنقاسي سير الشات ياما فايتك انتر جراوند دير راب جيم رايتك